تستمر شركتنا شركة بلد النورين للتجارة العامة والمقاولات بأعمال تبليط مسار الخط الناقل لدار الاقتصاد الذي تم تنفيذه من قبل شركتنا. ابتدأ عملنا بتبليط من تقاطع عبد الله بن علي باتجاه جسر المحاكم ومن ثم باتجاه فكة الزعيم عبد الكريم قاسم ثم باتجاه شقق الضاحية. اليوم عملنا في تقاطع الجزائر من جهة يعني الجسر المؤدي إلى بلدية البصرة، وإن شاء الله يستمر عملنا باتجاه شارع بصرة عشار وصولا إلى شارع المقاولين ثم شارع المقاولين. العمل يتم بشفتات عمل متتالية ليل نهار، يعني ثلاث شفتات عمل يوميا في سبيل إكماله وفتح الطريق أمام حركة السير، لأنه تعرفون هذا تقاطع مهم ويؤثر على حركة السير والمرور في بلدية البصرة. إن شاء الله هذا يعني هذا اليوم يتم إنجاز العمل، ويوم غد سيتم فتح التقاطع أمام الحركة. طول المستهدف تقريبا يعني 3.5 كيلو في يعني الجزء اللي باشرنا بتبليطه، واحنا حاليا بقت عندنا اخر 500 متر من هذه الكميه. نعم، ان شاء الله يتم افتتاحها يوم غد. يوم غد يفتح التقاطع ونتحول بتنفيذ الشارع باتجاه يعني من تقاطع الجزائر باتجاه السيمر شارع بصرة عشار.